المغرب يكتشف معدن نفيسا قرب حدوده مع موريتانيا. ذكرت تقارير إخبارية اكتشاف المغرب لكميات مهمة من معدن الليثيوم على الحدود المغربية الموريتانية. الاكتشاف الذي سيجعل المملكة المغربية مستقلة عن الاستيراد الخارجية وقوة طاقية في هذا المجال. وحسب صحيفة ألتليار الإسبانية، فإن رواسب مهمة من مادة الليثيوم تم العثور عليها بالقرب من المنطقة الحدودية مع موريتانيا، ما يعني أن المغرب في طريق لتحقيق اكتفاء ذاتي واستقلالية طاقية في هذا المجال ستعفيه من الاستيراد الخارجي. وأضافت نفس الصحيفة أن اكتشاف مادة الليثيوم المستخدمة في الغالب على النطاق الواسع للأجهزة التكنولوجية من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز قطاع الطاقة المتجددة، حيث تحتوي العديد من المواد المستخدمة في تصنيع محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنواع أخرى من المصانع. وكان عالم الكيمياء الفيزيائية ومخترع بطاريات الليثيوم رشيد ليزامي قال أن هناك مؤشرات وجود كميات مهمة من الليثيوم على الحدود المغربية الموريتانية، وأن المؤشرات الأولية تدل على وجود كميات كبيرة من هذا المعدن. وأضاف ليزامي خلال المشاركة في فعالية مؤتمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي انعقد يومي الأربعاء والخميس في مراكش أن استغلال هذا الكنز يمكن أن يعزز ديناميكية تحول الطاقة الذي بدأته المملكة المغربية في وقت أدى فيه صعود صناعة السيارات الكهربائية إلى زيادة كبيرة في الطلب العالمية على الليثيوم والكوبالت. نشكركم على حسن المتابعة.